يعني البرنامج تقريبا صار جاهز. بس أنا والله العظيم أكل همك أنت. عفوا؟ يعني بديك تكوني بأحسن حالاتك. هاي الحفلة رح تتذكريها طول عمرك، لأنها رح تكون نقطة مفصلية بحياتك الفنية. أستاذ، نقطة مفصلية وحياتك الفنية، يعني كتير عم تكبر المصطلحات. لا أبدا، لا عم كبر المصطلحات ولا شيء. أنا كلمة في الأمر أنه أنا شايف إمكانياتك الفنية صح. بالمناسبة، شو مشى موضوعنا؟ أنا لساتني منتظر جوابك. طيب بلكي بكرة الظهر إذا كنت حضرتك فاضي. يا ستي حتى لو ما كنت فاضي راح أتفضلك. بكرة على الغدا منيح؟ أوكي تمام. الله يعطيكم ألف عافية. عجبك العدد، عظيم كثير. هو لأخفيك في مشاكل بالإخراج وفي عنا شوية مشاكل تقنية، بس هي يمكن تلافيها بالأعداد الجاي. إيه مو مشكلة، الجهد والتعب المبذولين تستاهلوا الشكر عليهم. على راسي. طيب أستاذ نحن بنستأذن ما رح نعطيكم. يا ميت أهلا وسهلا. شكرا لكم. شرفتوا. ميت أهلا وسهلا. الله معك، مع السلامة. ما تنسي موعد بكرة ها؟ لا أكيد ما بنسى. نينار أنا آسف ما فيني قعدت اليوم وحكيت معي، بس أنا شخصيا ناطر الحفلة على أحر من الجمر. ان شاء الله تكون عم تحسن ظنكم. انا واثق ان شاء الله. طيب خاطركم نحن بالاذن استاذ. مع السلامه. سلام. شكرا. طيب باي. مع السلامه نينا. سلام. تفضل يا باشا. شكرا كثير. الله خلينا نرجع لموضوعنا. هلا قبل ما نرجع ما راح تقول لي بشو عم تفكر. بخصوص شو؟ بالتعهد والحفلات وتبنيك لنينار. حاسس انه هالشغله مو لله. لا يا رجل لا، القصة ما فيها بأنه هاي البنت موهوبة فعلا وبحاجة لحدا يوقف بجنبها. بعدين أنت أكتر حدا بيعرف بأنه أنا بوقف مع الشباب الموهوبين وبحب أعطيهم فرصة لحتى يثبتوا نفسهم. يا الله ما ألطفك. طيب رح أعمل حالي ما بعرفك ورح صدقك. شو قصدك خالد؟ ما قصدي شيء. اللي بالنسبة لمكتب الخدمة شو رح تعمل فيه؟ يا سيدي نحن هلأ ما رح نعمل شيء نهائيا. الترخيص صار جاهز، كل ما في الأمر السيد زاهر لازم يدور على مكان لحتى نفتح المكتب فيه. أساساً أنا اتصلت بمكتبي ببيروت واتصلوا بالعملاء بسريلانكا والفلبين ووعدوني أنه خلال أسبوع إن شاء الله رح توصل أول دفعة. عظيم. شو بك خالد؟ حاسك الفترة مو على بعضك في شيء؟ والله ما بعرف، حاسس حالي تعبان. ليش؟ ما بعرف، يمكن تعب نفسي. بسيطة، دواك عندي. شلون بقى؟ خلص عندي، عندي شوية أشغال اليوم خلصهم وبعدين بتفضلك. منيح هيك؟ أوكي.